دوك النساء اللي تيقولوا انا محترفات كذا، هذوك ما تيحملوش لان عندهم ثقافه جنسيه. هذيك دايره الاحتياطات ديالها، اما غتلزم الرجل يستعمل العازل الطبي ولا كتستعمل الموانع ديال الحمل، ولا حتى الى حملات راه قاده براسها وحاضيه وشاده الحساب وعارفه فين تمشي فين تطيح، يعني عارفه الامور ديالها. اللي كيحملوا هما ضحايا ديال غياب الثقافه الجنسيه وديال الاتصالات الجنسيه اللي كتكون يعني عابره ولا مختفيه ولا مخبيه، ولا ضحايا ديال الوعود المزيفه ديال الزواج. تيجي شي واحد تياكل لها مخها تيحملها حيت هي ما عندهاش ثقافه جنسيه وما عندهاش امكانيات باش تحضي باش تدير الاحتياطات. انا كنشوف واحد مقترح ممكن يكون، علاش ما يداش واحد البنك جيني؟ ممكن واحد البنك جيني، احنا كلنا عندنا البصمات، حتى الجينات ديالنا يكون، انا الجينات ديالي يكونوا محطوطين في ذاك البنك، وتقنيا ممكنه ملي غيكون عندنا واحد عندك واحد المولود ما عارفش باه، غنشد الهويه الجينيه ديالو ندير له خبره ونحطها في البي سي علميا وتقنيا، غتعطينا مباشره الا كان ديالي انا غنبان معاه. هذه ممكن يتم الاشتغال عليها، المطالبة بوضع بنك جيني كقاعدة معطيات لتحديد كل شخص يكون عنده الوسم الجيني ديالو، ويكون عندنا هذا البنك جيني معلوماتيا وتقنيا. ممكن يجينا واحد الطفل غندير له خبرة جينية نحطوه في البيسي نكليكي غيبان لي بوال فيما كان غنجبدو. أنا كيبان لي هذه الفكرة هي خص يتم الاشتغال إلى هذه تحديد المسألة. انا نعطيكم دخلوا شي حاله، انا نعطيكم واحد الحاله دازت غير البارح وازرتها في محكمه الاستئناف، طبعا ما غنعطيش معطيات باش ما نكشفوش السر المهني. هذه واحد السيده ام عازبه غير بواحد جرات عليها العائله ديالها، خرجت للشارع عندها تسعات ديال الابناء تتسول وسرقات الهواتف باش تاكلهم. ساعة عمرها يمكن شي، انا تنعتقد العمر ديالها يكون شي 28 عام ولا 26، عندي هاد الحالة تسعد الابناء، والمبرر ديالها هو انها توكل دوك الابناء. شاركنا اليوم في هذا اللقاء اللي يعني وجدوه 100% يعني 100% امهات وكذلك جمعيات اخرى من اجل مناقشه موضوع الامهات العازبات والاشكالات اللي كيتعرضوا لها بمناسبه مناقشه مدونه الاسره والتعديلات ديالها. اكيد اننا طرحنا اليوم في هذا اللقاء هذا مجموعه من المقاربات السوسيولوجيه ويعني الطبيه كذلك والقانونيه، وناقشنا مدى تمثل الجمعيات النسائيه والحقوقيه لهذا الموضوع في اطار المذكرات التي تم تقديمها، وبينا ان هذا الموضوع كان حاضر في نقاشاتنا في اطار التنسيقيه النسائيه من اجل التغيير الشامل، على اساس ان بالمرتكزات ديال المطالب ديالنا في تغيير المدونه وهو الغاء كل مظاهر التمييز داخل المدونه سواء بين النساء انفسهن وبين النساء والرجال وكذلك بين الاطفال في مختلف الوضعيات ديالهم. وكذلك اعتبرنا ان اعتماد المرجعيه الحقوقيه مساله اساسيه من اجل استجابه لمجموعه من الظواهر، مجموعه من الاشكالات اللي مطروحه في الواقع ديالنا المغربي، اللي لازم اليوم مدونه الاسره انها تستجب لهذا الواقع المتغير وتوضع حلول لمجموعه من المعضلات الاجتماعيه اللي كنعيشوها، وما يمكنش اننا نتجاهلوها فقط لان بسبب او باخر، وانما لابد من حمايه حقوق كل مواطنات والمواطنين وحمايه كل اطفال بمختلف وضعياتهم داخل مدونه الاسره. يعني في مداخلتي حاولت أن أؤكد على أن الوضعية القانونية للأم العازبة وأبنائها أو ابنها، يعني للأسف الشديد القوانين المغربية سواء على المستوى مدونة الأسرة أو حتى مستوى القوانين الأخرى ليس هناك أي اعتراف بحقوق ووضعية الأم العازبة ولا بحقوق أبنائها. للأسف الشديد مدونة الأسرة تتنكر للحق في الوجود والحق في الهوية للأبناء، يعني الذين يسمون أنه أبناء غير شرعيين، الأبناء المزدادين خارج إطار الزواج، بحيث أن المادة 148 كانت واضحة في سلب ونزع الحق ديالهم في الهوية والنسب للأباء ديالهم بصريحة المادة، التي تعتبر على أن البنوة الطبيعية البيولوجيا لا ترتب اي اثر تجاه الاب.
المطلوب ونحن يعني الان ننتظر تغيير، وفتحنا ورشا كبيرا ورشا تشريعيا لاعاده النظر مدونه الاسره، ننتظر ان يتم اعاده النظر في هذا المقتضى، وذلك بالاعتراف بحق الابناء في الوجود القانوني في الهويه وفي النسب، عدم التمييز بين المواليد والابناء بناء على ما يسمى بعلاقه شرعيه وغير شرعيه، ما دام ان يعني الخروج ديالهم للوجود هو نتيجه اتصال جنسي بغض النظر عن العلاقه التي تؤطر هذه العمليه. ولكن الخطير ان لما تيكون يعني الاسره تكفلت بالطفل وكيمشيو للطلاق، يعني هذاك الطفل يعتبر والعدم سيان، ما تذكروش عليه نهائيا، وتيقول لك ان خص هذاك الطفل القاضي ديال التوثيق خصهم يرجعوا للقاضي التوثيق، يا اما تيرجعوا الخيريه من جبتيه، يا اما غيعطيه الام او الاب ولا يختار اسره وحده اخرى. وبالتالي فين هي الحقوق ديال الطفل هذا اللي المفروض اننا نحميوها، حيت كبر مع واحد العائله وخدا يعني مجموعه من القيم داخل هذه الاسره. كذلك بالنسبه للاسم العائلي ديال الاسره اللي غالبا ما كيتعطاش الا اذا كان نوع من هذا لهاد الاطفال المتكفل بهم، باش نضمنوا لهم واحد الاستقرار داخل المدرسه وداخل المجتمع كذلك. وبالتالي هذه كلها امور اللي المفروض، علاش انا قلت خص يكون انسجام في تغيير القوانين، باش يكون هذا الانسجام بين كل هذه القوانين، ومن خلالها كنحفظوا حقوق الاطفال وحقوق الامهات، وكذلك كنبنيو مجتمع سوي، مجتمع نحيدوا هذا النفاق الاجتماعي. خص كيدير حاجه مخبي، ما كاين مشكل، ولكن باش تخرج للعلن، وكيف قال الاستاذ خطاب اللي خرجت الان معادي لحقوق النساء. هذا اللقاء اليوم كان فيه التاسيس الرسمي، الاعلان عن التاسيس الرسمي ديال الائتلاف الجمعوي اللي هو اول ائتلاف جمعوي في المغرب متخصص في الدفاع عن حقوق الامهات العازبات واطفالهن، واللي كيضم حاليا، لان في نفس في من غير التاسيس كان التوقيع على ميثاق هذا التأسيس، والميثاق توقع من طرف 9 ديال الجمعيات، الجمعيات المؤسسة اللي هي إنصاف وآس إف من الدار البيضاء، 100% أمهات من طنجة، أنير من خنيفرة، إنصات من بني ملال، إف إل دي إف من ورزازات، وإي آي إف من أكادير. هادو كلهم وقعوا على هاد وزهور من بني ملال ايضا، وجده من عين غزال، وجده عين غزال من وعين غزال من وجده، هادو وقعوا على هاد الائتلاف، وبالتالي وقعوا على خطه ترافعيه، استراتيجيه خطه ترافعيه اللي تم العرض ديالها للترافع من اجل الامهات العازبات ولا حقوق الامهات العازبات واطفالهن في المغرب. هاد النقطه ديال الحوار في المراكز بعض المرات كتخلينا اننا ما كنخرطوش، اولا كنخرطو ماشي بالشكل اللي بغينا نخرطو فيه، في حين ان ملي كيكون هذا الحوار، وهنا كنشكركم ايضا لان ساهمتوا معنا في البدايه ديال لو بلون دو بليدوايي ديالنا، واللي فيه لي ريكومونداسيون كي رجوان سا، هو فتح حوار، نقاش سوسيولوجي حقيقي مبني بالصح، نقاش ماشي ديال الارقام وهذيك مسكينه وهذيك، ولكن نقاش